اللاجئين السوريين، النازحين من سوريا، الوضع الإنساني المتأزم في سوريا، لهذا الملف المهم والخطير وهو ملف اللاجئين، ترحيل اللاجئين من كل بلدان العالم، الورقة السياسية التي يتعامل بها النظام السوري مع المجتمع الدولي والمجتمع الغربي، يتعامل على الملف الإنساني ويتاجر بالملف الإنساني للسوريين ليبتز المجتمع الدولي سياسيا. تسييس اللجوء، هذا الملف الخطير. برحب بكم متابعينا الكرام في كل مكان، وفيديو جديد لأهلنا في سوريا، اللاجئين الذين تم التضييق عليهم في بلادهم. هناك حرب طاحنة في سوريا حصلت وحدثت وتقطعت الأوصال بعد هذه الحرب، وتفرق الأحباب وتمزقت الروابط الأسرية بفعل فاعل وبفعل الحرب. بشار الأسد لا يحنو على أحد، بشار الأسد لا يضع نصب عينيه ولا في اهتماماته المواطن السوري، وإلا لما كنا وصلنا إلى هذا الحال. خلوني أبدأ معاكم النهاردة ونتكلم عن اللجوء السوري، كيف تحول الوضع الإنساني في هذا الملف إلى ابتزاز سياسي. هؤلاء اللاجئين السوريين الذين مروا من لبنان ومصر ومروا بالأردن، حملات التضييق على هؤلاء اللاجئين والمهجرين السوريين تتزايد وتتنامى للأسف الشديد، وباتت دول اللجوء التي يلجأ إليها السوريون تنادي بضرورة إرجاعهم إلى بلادهم، وتخرج الحملات في بعض البلاد إن لم تكن كل البلاد التي يلجأ إليها السوريين لتتحدث أنه لا بد على الضيوف أن يعودوا إلى أوطانهم وأن يعودوا إلى بلادهم، ومنهم اللي يقول لك الأسعار غليت بسبب وجود السوريين، كل حاجة غليت بسبب وجود السوريين، أصحاب المحلات وأصحاب المهن المختلفة بدأوا يتكلموا في إن السوريين بياخدوا رزقنا، كلام كتير جدا بنسمعه في دول عديدة جدا جدا، والكلام السلبي للأسف الشديد أكثر من الكلام الإيجابي، مع أننا من وجهة نظري أن المواطن السوري أينما وقع نفع، هو موجود في بيئة، موجود في مجتمع، بيشتغل ويشارك المجتمع ويتعامل مع هذا المجتمع ويتعامل مع هذه البيئة، وبيدلي بدلوه من الإفادة لهذا المجتمع، وهو مجبر، هو مش جاي بمزاجه، هو مجبر على هذا الأمر وهو أمر اللجوء. طيب، في وسط كل هذه الأمور السوريين طبعا بيتعرضوا إلى مضايقات، بيتعرضوا إلى اعتداءات بتطال حياتهم وتطال حياتهم الشخصية واعتداءات معينة، ولكن في ظل هذه الظروف الصعبة لم يرحمهم أحد. بمعنى أنا لما أشوف حد عنده مشكلة إنسانية كبيرة زي دي، المفروض أن أنا أشوف إيه أسباب هذه المشكلة وأطرح هذه الأسباب على الرأي العام، وأطلب من العالم أن يقوم بتقديم الحلول لهؤلاء المواطنين الذين هجروا بفعل الحرب والذين لجأوا إلى بلدان أخرى سعيا إلى الاستقرار والتواجد وفرارا من الموت المتعمد في سوريا من قبل تعاون بشار مع روسيا والحرب الدائرة هناك في سوريا. طيب، إيه اللي بيحصل بقى في الموضوع؟ الموضوع أن هذه الورقة يا جماعة استغلت كورقة ابتزاز سياسي. يعني إيه؟ يعني طلع عندنا رئيس الوزراء أو وزير الخارجية السوري وقال لك إيه؟ قال لك نحن نرحب بكل اللاجئين السوريين أن يعودوا إلى أوطانهم، وبدأ يطلع بالتصريح ده قدام العالم، ووزارة الخارجية أصدرت بيان رسمي تتحدث فيه عن ترحيبها بعودة اللاجئين السوريين إلى سوريا. وزير الخارجية السوري فيصل المقداد طالب الحكومة قال إيه يا جماعة، قال بالمختصر وبالحرف كده إن عودة اللاجئين تواجه صعوبات لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي والإنسان الصعب اللي تسبب به بشكل أساسي الإرهاب. وصف ما يحدث في سوريا بالإرهاب، وقال إن عودة اللاجئين يا جماعة العائق الوحيد أمام عودة اللاجئين إلى سوريا هو ما تسبب به الإرهاب في سوريا. بعد ذلك كانت هناك عقوبات وحصار اقتصادي مفروض على البلاد، ولكن حب هو يا جماعة يسرد هذه الأمور عشان يقول للغرب والعالم الغربي ادونا بقى فلوس عشان نعيد إعمار سوريا من جديد،
وعشان نبدأ نرجع المواطنين السوريين اللي انتم متأزمين منهم في أوروبا، واللي انتم عاملين مشاكل للشعوب عندكم في أوروبا، احنا هناخدهم وبنرحب بيهم ونقول لهم أهلا وسهلا في بلدكم سوريا، وتعالوا والحكومة بترحب بيكم، بيان رسمي والكلام ده كله. كل ده خداع، كل ده خداع وابتزاز. هؤلاء المجرمين اللي هم أجبروا هؤلاء المواطنين السوريين على اللجوء إلى بلدان أخرى، هم من صنعوا تلك الفتنة في سوريا، وهم اللي صنعوا الحرب في سوريا، وهم اللي قتلوا الآمنين في سوريا، وهدموا المنازل فوق رؤوس المواطنين وفوق رؤوس ساكنيها. هؤلاء المجرمين الآن بعدما أحدثوا كل تلك الجرائم راجعين يقول لك ايه، احنا هنحل المشكله، بس هنحلها ازاي؟ هنتاجر بقى بالبيوت اللي اتهدمت وبالارواح اللي ازهقت وبالعايشين كمان ومهجرين ولاجئين الى دول اخرى، احنا هنتاجر بيهم وهنبدا بقى نقول للعالم احنا محتاجين بنيه تحتيه، محتاجين مرافق خدميه، فادونا بقى فلوس، ادونا فلوس. طيب عايز اقول لك حاجه كمان، الدعم الدولي للدول المضيفه، انت النهارده في ظل تكثيف هذه المنابع، منابع الدعم، ويجي على ملف اللاجئين يقول لك ايه بالتقطير كده، هو ايه وظروفه وحكايته ووضعه. طيب النظام متعنت اصلا، النظام السوري متعنت منذ البدايه، وموقفه موقف سلبي جدا جدا. يعني النظام السوري يا جماعه لم يقف موقف ايجابي مع المواطن السوري. وزير الخارجيه الاردني ايمن الصفدي كان في مؤتمر للمانحين في الاتحاد الاوروبي، قال ايه؟ قال يا جماعه نحن نشعر بانه تم التخلي عن اللاجئين وعن الدول المضيفه. تم التخلي عن اللاجئين وعن الدول المضيفه. الاتحاد الاوروبي قصر تقصيرا كبيرا في دعم مطالب اللاجئين، وبدا يلقي العبء على الدول المضيفه. كان طبعا بيضع آمال كبيرة جدا ان هو يبعد التهمة دي كلها عن نفسه، ويبدأ يقول لك بقى والله يا جماعة الدول المضيفة والمشاكل اللي موجودة والقصة دي كلها. طيب لو رحنا الملف مهم جدا في هذه القضية، وهي ملفاتها متشعبة، وانا بصراحة عايز ألم معاكم الموضوع بشكل كامل، اللي هو القصة اللي انا بدأت بيها الفيديو، هي تسييس اللجوء. تسييس اللجوء ايه؟ تعال مثلا نروح للبنان. الحكومة اللبنانية بدأت تتخذ إجراءات أمنية وسياسية وقانونية لإدارة هذا الملف الإنساني فيما يخص السوريين، وتحويله من ملف إنساني إلى تسييس. وده أنا مش أنا اللي بقوله، المراكز الحقوقية هي اللي رصدت ورصدت حملات أمنية واسعة ضد اللاجئين في لبنان. في ولو نفتكر بالتاريخ في إبريل 2023، وهددت حياة الآلاف من السوريين وهددت أمنهم، وهناك شهادات تثبت تعرض اللاجئين للاعتقال وتعرضهم أيضا للتعذيب، وتم تعذيبهم في سكنات عسكرية تابعة للجيش اللبناني اللي كان بينقلهم بشكل جماعي إلى المعابر الحدودية، وكانوا بيسلموهم للسلطة السورية المجرمة بشكل غير قانوني عشان الناس دي تعود يا إما تسجن يا إما تقتل يا إما تتعرض لابتزاز من بشار الأسد ومن حكومته اللي طالعة النهاردة تقولك عايزين نظبط الدنيا وأهلا باللاجئين السوريين وأهلا بهم في وطنهم، وكأنك بترحب بواحد في بيته وانت أصلا اللي طردته من بيته، وانت اللي هدمت بيته فوق دماغه، وانت اللي خليته أصلا يهاجر. طيب القصة كلها يا جماعة محتاجة إلى إجراءات قانونية. لو رحنا مصر، مش عشان أنا مصري هبدأ أبعد مصر عن المسؤولية، مصر بتستضيف حوالي 2 مليون لاجئ سوري. طيب الحكومة بدأت تنفذ سلسلة إجراءات خاصة بالوضع القانوني للاجئين، وديت لهم مهلة عشان يبدأوا يصححوا أوضاعهم ويوفقوا أوضاعهم القانونية، وقالت هندي فرصة ومهلة، ومن لم يستطع أن يصحح ويوفق أوضاعه القانونية داخل البلد هنضطر إلى ترحيل المخالفين. طيب القانون بيقول إن هو يجب ترحيل أي أجنبي من الأراضي المصرية. طيب يبقى هم الناس عندها مشاكل مع البلاد اللي هي لجأت إليها. ليه بقى؟ كل بلد من دول بتبدأ تيجي يحصل عدد السوريين اللي موجودين، يبدأ يكلم الاتحاد الأوروبي يقول له أنا عندي لاجئين، عندي ناس جايين عندي وعايزين يقعدوا عندي في البلد، أنا دلوقتي ممكن أفتح لهم الحدود ويسافروا من عندي، ويبقى أنا خلاص ممر أو جسر
يبداوا يروحوا على اوروبا. فبالتالي اوروبا تقول لهم ايه؟ لا خليهم عندكم واحنا نبعت لكم فلوس. المتاجره بهذه الارواح انا ضد هذا الامر، ضد هذا الامر بكل ما اوتيت من قوه. عشان كده بقول السوريين منهم عدد كبير جدا بيحب جدا في اي بلد يبقى متواجد فيها ان هو بيوفق اوضاعه، وبيتم التعامل مع الحكومه اللي هو راح عندها او النظام بشكل فيه يعني استجابه كبيره جدا. والله يا جماعه احنا عايزين منكم كذا، الناس بتعمل اوراقها، الناس بتبدا تعمل مشاريع، الناس بتبدا تعمل. لكن في قله قليله بتبدا تخرج عن اطار هذا القانون وتخرج عن المألوف في هذا البلد، فبتسيء لسمعه السوريين الباقين. في مشكله ايضا في تركيا كبيره جدا. طيب ولكن احنا سمعنا الفتره الاخيره ان اردوغان والاسد ربما تكون هناك نوع من انواع ترميم العلاقات او سميها الاكراهات السياسيه، سميها كما شئت. يعني النهارده المصالح يا جماعه بقت بتحكم كل حاجه للاسف الشديد. النهارده الملف الانساني بيحول الى ملف سياسي، الملف الذي يحتاج الى تعاون وتكاتف من اجل حله دلوقتي بقى بتحصل مؤامرات وابتزازات ماليه وما الى ذلك عشان يقول لك ايه تعالوا. طب من الذي يضمن للسوريين العائدين ان كل القضايا اللي عليهم اسقطت اللي هي ملفقه ليهم اصلا؟ من الذي يضمن لهؤلاء السوريين العائدين الى بلادهم ان هم يرجعوا ما يتمش تسليمهم في المطار، ما يتمش اعتقالهم، ما يتمش ترحيلهم لسكنات عسكريه، ما يتمش تعذيبهم فيها؟ ايه الضمانات اللي هيقدمها المقداد كوزير وبيتكلم باسم زفت الاسد عشان يبدا يقول للناس دي تعالوا؟ هو ما بيعملش حاجه من ورا بشار، بيعمل كل حاجه بتعليمات من بشار، وبشار بيعمل كل حاجه بتعليمات من الجهه اللي انتوا عارفينها. فخلاص تبقى الدنيا واضحه وصريحه كده. ايه الضمان الدولي الامني اللي ممكن يتواجد عشان الناس دي ترجع؟ وهل فعلا الناس دي لما هترجع هتعرف تعيش وهتعرف تكمل حياتها؟ هل الناس دي فعلا لما تعود من الشتات والتهجير والقصه دي كلها؟ بصوا يا جماعه الملف شائك وكبير جدا ويحتاج لفيديو واثنين وثلاثه ويحتاج متابعه دوريه لهذا الملف، وانا بوعدكم ان شاء الله ان احنا لن نتخلى عن هذا الملف ابدا، هنبدا نتابعه بكل مستجداته. يمكن ده كان اخر خبر مالي الدنيا كلها ان وزير الخارجيه بدا يقول ان السوريين لابد ان يعودوا الى بلادهم، فاحنا طالعين وبنطرح هذه التساؤلات وعايز اسمع رايكم، رايكم ايه في الموضوع ده؟ رد فعلكم ايه على تصريح وزير الخارجيه وبقول لكم تعالوا وهنسقط كل القضايا؟ الناس السوريين والمواطنين السوريين المتضررين واللاجئين والمهجرين هم اللي لازم يتكلموا. ابعتوا لنا فيديوهات يا جماعه على القناه وابعتوا لنا كل واحد يقول رايه. الناس اللي عايشه بره وعايشه يعني تقدر تسجل فيديوهات وتقدر تقول رايها وتقدر ترد على تصريح وزير الخارجيه السوري. ابعتوا لنا الفيديوهات وحطوها لنا وابعتوا على القناه قناه اليوتيوب، وابداوا قولوا لنا يا جماعه. وعندنا كمان الصفحه وعندنا تيك توك، ابعتوا لنا كل فيديوهاتكم وكل مشاكلكم. عايز كل الناس اللي عندها مشكله تبدا تبعت، واحنا ان شاء الله هنتعامل مع هذه الفيديوهات بجديه شديده جدا، واحنا اصلا مهتمين بهذا الملف جدا من اجل عوده الحقوق الى اصحابها، وانتم اصحاب الحق. اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام عليكم.